Hello, grade 9 students. Welcome to session 13. Today we will start a new chapter, Lines in a Coordinate System. The objective of this video is that you will be able to recognize the form of an equation of a straight line in a coordinate system. First of all, we have to recognize something. When I remember something small, أخدينا نحن بجريد 8 هي how to locate a point on an orthonormal system. كيف بدي أعين point على الorthonormal system, okay? أنا عندي point N إجمالا x, y. شو بقول عن ال x؟ ال x بنقول له abscissa of M, ال y بنقول له ordinate of M, سوا x, y اسمهم coordinates. شو سو إجمالا نكتب هالكتابة البسيطة M, x, y يعني هذا بيعبر عن any point. Example A, 2, 3, B, minus 2, 5, C minus 7, 1 إلى آخره. الأولى هي الأبسسة، الثانية هي الأوردينات، وسوا اسمهم coordinates. أوكي؟ okay. So بدنا نعمل plotting لهو دي 2 points example بال so had 2 points for example الـ A 2 minus 3 2 يعني هي الأبسسة، الـ 3 الـ minus 3 هي الأوردينات، نفس الشيء للـ B الـ minus 5 هي الأبسسة، الـ 3 هي الأوردينات. إجمالا الأبسسة هي اللي على بنمشي فيها على الـ X axis، الأوردينات هي اللي بنتحرك فيها على الـ Y axis. قبل بس ما نعينهم رح ذكر بشغلي orthonormal system يعني system عنده 2 axes X prime أو X Y prime أو Y أو طبعا تسميات ثانية بس إجمالا هاي التسميات. عندي الـ O هي اسمها الـ origin 0 0 والـ coordinates لإلها للـ O 0 0 هون عندي angle 90 بس يكون orthonormal. اوكي هون عندي النيجاتيف للاكس هون عندي البوزيتيف للاكس اب عندي البوزيتيف للواي داون عندي النيجاتيف للواي سو بدي اعين ال a 2 minus 3 سو بمشي على الاكس اكسس 2 على الواي اكسس minus 3 طلعوا كيف مشيت 1 2 على الواي اكسس مشيت لتحت minus 3 1 2 3 طيب شو صار هلا كيف بدي اعينها لل a بمشي parallel للاكس اكسس مشي parallel للواي اكسس ما بتروح ما بيلتقوا هي ال a سو ذس از بوينت a بخصوص ال b الx الابسسه لها minus 5 سو so بدي امشي على الx اكس minus 5 1 2 3 4 5 هاي minus 5 الاوردينيت لها 3 1 2 3 فمشيت هون 3 كيف بدي اكمل بعي بمشي بارلل بارلل بنطرح ما بيلتقوا هي البي الاهم من هيك لليوم عندنا هو الايكويشن للستريت لاين فاول حاله هي ستريت لاين باسنج ثرو ذا اوريجين لاين بده يمرق بالاوريجين 0 0 كيف يكون شكله a straight line passing through the origin 0 0 has the form d y equal ax اسم اجمالا لاكتب الستريت لاين لكم كيف ينكتب ينكتب اسمه بينحط بين قوسين نقطتين فوق بعض بكتب y equal ax كيف يعني ax مثلا 3x 2x الى اخره where a is called the slope of the straight line هلا مش كثير تهتموا بالa بفيديوز ثانيين رح نحكي عنها بس اجمالا بده يكون شكله y equal ax الa number example هذا اللاين d y equal 5x او d prime y equal minus 2x these are examples of lines passing through the origin. بيسوى غير هيك أكيد بيسوى fraction تكون الكوفيشنت أكيد 5 over 2x 3 over 7x minus 2 over 3x إلى آخره المهم بده يكون شكله y equal شغلي مضروبي بالx لكن كيف رسمتها بتكون ما هو passing through the origin هو مارق بالزيرو زيرو فلكن كيف مثل هذا اللاين دي بكرة رح أعلمكم كيف ينرسم بالتفصيل بس مبدئيا أنا رسمت لكم إياه هذا اللاين دي اللي كنا عم نحكي عنه من شوية اللي عنده equation y equal 5x لكن رسمته بتطلع بالرسمة بيكون passing through the origin فإجمالا اللي بيكون شكله ax بس هو passing through the origin هذا d prime اللي هو كانت الإكويشن لقاله يمكن minus 3x أو minus 2x أي minus 2x أوكي okay. فليك وهذا هو الـ D prime كمان مارق بالـ O 0 0 أوكي؟ ثاني نوع هو الـ straight line not passing through the origin هني بس احتمالين أو بيكون مارق بالـ 0 0 أو مش مارق بالـ 0 0 فاللي مش مارق بالـ origin 0 0 بيكون عنده form y equal ax plus b انتبهنا شو الفرق مش شكله بس 3x لحالة أو 2x لحالة زائد شغلي أو ناقص شغلي فالـ a هي الـ slope الـ b هي الـ y intercept الاي مثل ما قلنا رح نحكي عنها نبقى بعدين بتفاصيلها البي هي الواي انترسبت كيف يعني ليكو هذا اللاين دلتا واي ايكوال ماينس 2x بلس 3 وهذا اللاين دلتا برايم واي ايكوال 3x ماينس 4 فشكلهم شغلي مضروبي بالاكس زائد او ناقص شغلي تاني ماشي these are examples of lines not passing through the origin sorry هذه الار بالغلط اوكي
رسمة تطلعوا كيف جيت أنا رسمت لكم الدلتا اللي هو كم معنا هون، رسمت لكم y equal minus 2x plus 3، بكرة إحنا نتعلم بالحصة الثانية كيف نرسمه، بس طلعوا من الرسمة ببين مارق شيء بالزيرو زيرو، طلعوا وين الأو زيرو زيرو، ولايك وين الدلتا مش مارق فيها. ثاني لاين الدلتا برايم هي هالزيرو زيرو مش مارق فيها. طيب بدي تلاحظوا شغلي، أنا قلت إنه هاي اسمها y intercept، يعني من اسمها مثل مطرح ما بيقطع ال y axis، شو لازم تكون 3 بأول لاين نشوف هذا اللاين الأحمر ليكو الواي أكسس وين قاطعوا بارتفاع الداي 1 2 3 طلعوا الواي 3 ماشي. طيب ثاني لاين الواي انترسبت له مفروض تكون ماينس 4، هات لنشوفها على الرسمة مطرح ما قاطع الواي برايم واي 1 2 3 4 بالنيجاتيف، اتفقنا عليه ونهودي. So هوني بس عندي نوعين، لكن نوع passing through the origin نوع مش passing through the origin، وهذا الassignment صغير لقلكم homework صغير، بدي تعينوا هودي النقاط على the orthonormal system، وعطيتكم two lines بدي تقولولي منهم passing through the origin مين لا. و thank you for watching.